السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض اللحمة بطريقة جديدة ومختلفة تماما. هنسويها النهاردة بعلبة الزبادي، هتخليها طرية جدا وزي الزبدة وطعمها تحفة ودايبة في البق دوب كده. والله العظيم يا جماعة فعلا لذيذة جدا، ان شاء الله هتعمليها وتجربيها وهتعجبك. يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الطريقة. أول حاجة طبعا معنا اللحمة، أي قطعية لحمة موجودة عندك تشتغلي بيها عادي خالص، تمام. جبت اللحمة وبدأت أقطعها. بالنسبة بقى للتقطيع، عايز أقطعيها مكعبات صغيرة تمام، عايز تقطعيها مكعبات كبيرة براحتك خالص زي ما انت حابة، تمام. بعد ما أقطعها بقى راح جاي غسلاها كويس في الحنفية شطفة كده يعني بسيطة، وبعد كده احطها في المصفى تصفى، ولما تصفى تماما من الميه هروح جاي احط حل على النار وابدا بقى احط فيها اللحمه بالشكل ده. احط اللحمه بقى كلها، طبعا اللحمه بتاعتي ملبسه شويه بس عادي، زي ما قلت لك اي قطعيه لحمه ملبسه كبيره صغيره حمراء اي حاجه هروح جاي بقى احطها كده ومعليه النار عليها واغطيها، ما حطيتلهاش ميه، حطيتلهاش اي حاجة تانية، تمام. انا رجعت تاني اهو بعد ما غليت معايا، لقيت اللحمة نزلت المية. المية دي بقى اللي هتسوي اللحمة، انا مش هحط لها ولا نقطة مية خالص، ولو حطيت هقول لكم اثناء الفيديو، ماشي كده. دلوقتي هقلبها بقى من تحت لفوق وهسيبها بقى على نار هادية. دلوقتي بقى هدي النار، بعد ما كنت معلياها في الاول لا، دلوقتي بقى نهدي النار، نهديها ونسيبها بقى ايه اللحمه كده تستوي مع نفسها كده على نار هاديه. وكمان كل شويه هبص عليها، لو احتاجت ميه هحط لها ميه مغليه، كوبايه ميه مغليه، ما احتاجتش خلاص. انا اللحمه بتاعتي ما احتاجتش، زي ما انت شايفاه هي بتنزل ميه منها فيها وهتستوي منها فيها، تمام. اهو انا ما حطيتلهاش ميه والله العظيم يا جماعه خالص ولا نقطه ميه، بس زي ما قلت لك لو انت اللحمه بتاعتك ناشفه حمراء واحتاجت ميه حط لها كوبايه ميه مغليه كده. اللحمه بتاعتي خلاص شربت الميه بتاعتها كلها وكمان استوت معايا كمان بعد ساعه الا ربع. بعد ساعه الا ربع اهو رجعنا لقيت الميه نشفت كلها، واللحمه بصي طريه ازاي وزي الزبده وطريه جدا اهو زي ما انت شايفاها، تمام كده. دلوقتي بقى هنعمل ايه بقى؟ نبدا بقى نحط البهارات بتاعتنا، تمام. حط اللحمه، نبدأ بقى نحط البهارات اللي هي فلفل اسود وملح بس كده، مش هحط اي بهارات تانية، هي فلفل اسود وملح بس، تمام. هقلبها بقى تقلبتين، تمام. وتعالي بقى نشوف الخطوة التانية. الخطوة التانية معانا علب الزبادي ومعانا لبن، هاخد منهم معلقتين بس، ماشي. احط علبة الزبادي في الطبق واحط عليهم معلقتين من اللبن واضربهم كويس جدا كده مع بعض، تمام. وبعد كده بقى نروح ايه افضيها على اللحمة ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. اهو زي ما انت شايفة احطها بقى على اللحمة بقى كده بقى بس كده، واقلبها بقى تقلبتين بقى، تقلبتين مش كتير، يا دوبك كده بس اللحمة تشرب الزبادي معايا واللبن وتبقى كده خلاص تمام، وتطف عليها تقلبتين بس كده. نسيت اقول لكم حاجة، الطريقة دي اساسا مش بتاعتي، الطريقة دي انا شفتها عند مدام ليلى النجار ومدام سهير جات، الاتنين كانوا عاملينها وبصراحة عجبتني جدا، فقلت لازم اجربها مع حبايبي، ان بجد طعمها تحفة وشكلها لذيذ جدا. وتغيير بقى كل شوية نسلق اللحمة او نعمل اللحمة مشوية او كده، لا بجد يا جماعة تحفة تحفة. اهو زي ما انت شايفة تقلبتين كده خلاص تمام، هطف عليها بقى وكده خلاص اللحمة بتاعتنا استوت وبقت زي الفل خلاص. نغرفها مع بعض بقى، وبعد كده بقى عايز اقطع عليها فلفل حراق قطع عليها براحتك، عايز تاكليها كده بالعيش كده تحفة تحفة تحفة. اهو زي ما انت شايفاها كده حطيتها في الطبق اهو، وقطعت عليها فلفل اخضر اللي هو الحراق وخلاص كده، مش هحط اي حاجة تانية. حطي بقى جنبها شوية طحينة، شوية مكرونة، شوية رز اللي انت حباه، وتاكلها كده بالعيش كده. والله العظيم يا جماعة فعلا حكاية،
والله حكاية فعلا. اهو يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، ما تنسونيش باللايك بالله عليكم على الفيديو، وما تنسوش تدعموني على قناتي على اليوتيوب مطبخ ام سلسبيل، وما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو عشان بيسعدني جدا لما بشوفه. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.